بنات صباح الخير، كيف نتوما؟ مزيانين، نتمنى تكونوا على احسن حال ان شاء الله. اليوم جيت لكم نهار جديد اخر. اليوم جيت نقدم لكم بوري دو بطاطا مع لاباش كيري. اذا خصك تعدلو ونقطه زيت الزيتون، يعني كل نهار شني كنطيب الابن ديالي على حسب كل واحد اللي جبرت الخضيره في الدار، يعني تقدر تعدلها. انا كل نهار كنعمل له، بحال البارح طيبت الخضيره، اليوم غنعمل له بطاطا بلاباش كيري ولا كيري ولا اللي عندك شي نوع ديال الجبنه، ومع زيت الزيتون. زيت الزيتون ضروريه في الماكله، حيت انا باقا ما كنعمل ني ملاح ني حتى شي حاجه، كنعدلو هذا. وعلى طريقه اخرى اليوم جيت نشرح لكم، يعني اللي ما عندوش هاد الماكينه، يعني ماشي شي حاجه ضروريه تقدر تكون عندك في الدار باش تعدل الماكله. يعني انا ماشي يوميا غادي نسلق الخضره في الماكينه، كل نهار كيفاش كنعدلها له. دابا اليوم جيت لكم على طريق كسرونه، غادي نعدلوها هنايا كما كتشوفوا. صافي كنعدلوا لها الماء، ها هي كنخليو الماء يسخن مزيان. ديك ساعتك كنعدلوا بطاطا، ها هي قشرتها، ها هي واحد بطاطا غسلتها وقشرتها. دابا ملي غيطيب الماء شي حاجه غادي نسيبها فيها ونخليها تتسلق. ديك الساعات عاد كنضيفها في الماكينه ونطحنها مع نقطه زيت الزيتون وواحد الجبنه لاباش كيري ولا كيري اللي عندك في الدار اللي موجود في الدار، وصافي. ديك الساعات كنقدموها له بالصحه والراحه. دابا كما كتشوفوا من بعد ما الماء غلى غادي نسيب فيها هاد البطاطا هادي اللي قلت لكم، وكنخليها دابا تسلق مزيان. ملي كنتكي فيها الموس ولا شي حاجه وكنجبرها تسلقات، ديك ساعتها كنزولها نعملها في الماكينه ديالي ونضيف عليها نقطه زيت الزيتون والجبن، وديك ساعتها كنطحنها له. بعد البنات كما كتشوفوا البطاطا صافي طابت، كنتكي فيها الموس والبطاطا طابت. دابا غادي نصفيها من ديك الماء وغنعمل في الطحانه ديالي وغنعمل لها شويه زيت الزيتون وواحد كيري وغادي نطحنوها ان شاء الله. هيا البنات كما كتشوفوا، هيا بعد ما طابت كنعملوها في الطحانه، كنعملوا لها قطعه زيت الزيتون بشويه. نفتحوا واحد لاباش كيري، هاو ما جا ماكله مامي، هاو ما جا كما كتشوفوا، وغنطحنوها هكا